ورثي من جوزي الله يرحمه. هيه شيلي ايدك النحس دي يا ولد، ما تقول له حاجه يا نادين. تعالي تعالي يا نعمه نتفاهم في مكتبي. وانا اتفهمش انا ليه؟ هنا ممنوع الاقتراب او التصوير. ليه يا اخويا؟ كانت منطقه عسكريه. طبعا احنا بنحارب عشان اكل عيشنا. اكل عيشنا؟ هتشتري انت بالفلوس دي عيش مش كده؟ ولا هتشتري بيها حشيش؟ الشيخ يخرب بيتك، انت مالك انت؟ اشتري حشيش اطيرها صواريخ؟ انا حر في فلوسي. لا يا عم نديم ما تشوف جماعتك. من فضلك يا نعمه تعالي بقى عشان افهمك. يا عم تعالي، فين هنسيبه مع الفلوس لوحده؟ ما تقلقيش بس تعالي. يا نادين فلوسي فلوسي وانا حر فيها. عد يا اخويا عد، عدوا عليك ان شاء الله معددين خرص. تعالي بس تعالي يا نعمه. والله لا فالك يا بومه. يا خراشي اهدي اهدي يا نعمه، تعالي اقعدي اقعدي. شوف يا نعمه، عايزك تهدي اللعبه شويه مع المفطار. الفتره اللي جايه دي تخليكي في بيتك وحقك هيوصلك لغايه عندك. جرايه نديم في ايه؟